شكرا بزاف على الاستضافه في شوف تيفي. بالنسبه للكوليكسيون ديالي دابا ديال صيف وربيع 2019، انا اعتمدت فيها اكثر على الالوان باستيل اللي هما باردين، على حقاش دابا داخل الجو سخون، يعني كيعجبوني الالوان باردين. وبالنسبه التزامن ديال الكوليكسيون ديالي الجديده مع عيد المراه، اكسبري عملت الكوليكسيون ديالي الجديده باش نعرضها للمشاهدين ديال شوف تيفي. بالنسبه للجلالب، بالنسبه للجلابه اللي لبستها الفنانه زبيده عاكف، هي جلابه زيتيه بثوب المليفه الخفيفه بزواق المعلم وبالسفيفه باليد، ودخلت عليها الحجار والجوهر اللي تاهما في نفس تقريبا لي كولور ديال الصيف. بالنسبه للجلابه اللي لبست الموديل حنان المسعودي، هي جلابه بلوسيال، حيت كما قلت لك قبيله الالوان شي شويه باردين، حتى هي د المليفه، وخدمت فيها بخدمه عصريه، هي اصلا جلابه بقصه عصريه، اعتمدت فيها اكثر على الجوهر حتى هو بالالوان اللي ديال الصيف دابا، وعملت فيها الشوشات وحتى هي سفيفه. بالنسبه للجلابه اللي لبستها الممثله صباح بن صديق، هي جلابه تقليديه عصريه، اعتمدت فيها حتى هي على التنبات والجوهر بالالوان حتى هما ديال الصيف، هي جلابه حتى هي بالمليفه والعقيده صغار، ودخلت فيها حتى هي لاطوش ديالي. القفطان اللي لبسته الفنانة زبيدة عاكف هو قفطان تقليدي بلمسة عصرية، اعتمدت فيه على الألوان فحال الفيغ، الغوز، البيج، البلوسيال، تهو مخدوم باليد. وبالنسبة للتنبات اخترت لي فلوغ بالألوان، على حقاش دابا حنايا مقبلين على فصل الربيع والصيف. وبالنسبه للحزام، هو حزام ديال الصم مخدوم بالصم، وحتى هو عملت فيه نفس لي فلوغ اللي في القفطان. بالنسبه للقفطان اللي لبسته الموديل حنان المسعودي، هو قفطان حتى هو بقصه عصريه، اعتمدت فيه على جوج ديال الاثواب، الثوب الاول الطول، عملت الطول في الكمام. وبالنسبه للثوب ديال التكشيطه، هو ثوب فيه الموزون والشبكه، وزينتهم بالاحجار ونبتهم حتى هو. بالنسبه للحزام، حتى هو حزام ديال الصم، حتى هو في نفس الكولور ديال القفطان، واعتمدت اكثر في هذه اللبسه على اللون الذهبي. بالنسبه للقفطان اللي لبسته الممثله صباح بن صديق، هو قفطان مكون من جوج ديال القطع، اعتمدت فيه حتى هو للالوان اللي باردين، اخترت البيج والاورانج، دخلت فيه الطرس، حتى هو خدمه المعلم بالسفيفه باليد حتى هي، ودخلت فيه البيرلا والتنبات. بالنسبه للحزام، حتى هو اعتمدت فيه الصم وخليته سامبل، على حقاش القفطان شي شويه شارجي، ما بغيتش نزيد نشارجي حتى الحزام. اليوم العالمي للمراه، ما عرفتش، يعني بالنسبه ليا الاحتفال بالمراه خصو يكون دائما، الاهتمام بالمراه خصو يكون دائما، هي فيها الام وفيها الابنه وفيها الاخت وفيها كل شيء، هي نصف المجتمع، وهي النصف الاخر اللي من غيرها ما يمكنش يكون الرجل، ما يمكنش يكونوا الابناء، هي المدرسه، هي كل شيء. خصنا نحبوها ونهتموا بها شاك جوغ، ماشي غير حتى داك النهار اللي هو اليوم العالمي، عاد نتفكروا نوضوا نديروا احتفالات ومناسبات ونجيبوا الورد ونجيبوا الكادويات. هذا نداء للرجال، اهتموا بالنساء ديالكم وتهلاو فيهم. بس عيد المراه كنتمنى المراه تلقى الحقوق ديالها الكافيه، حيت واخا كنلقاو الحقوق مكتوبين على اوراق ما كاينينش، كاينين حقوق مهضومه ديال المراه، وفي المغرب خصوصا، انا حيت انا عايشه في المغرب ومغربيه غنهضر على المغرب، وكنتمنى تلقى الاحترام اللي خصها تلقاه والتشجيعات ديالها. دابا المراه والرجل ولاو عندهم نفس المهام، يعني ما بقاش فرق،
دونك كيما كنحترموا الراجل كنقولوا لا هذا كيبقى راجل، وعلاش هي ما تبقاش مراه؟ وي ماغس هو بصراحه السؤال هذا، احنا المراه راه دائما كاين عيد، احنا دائما عندنا عيد، خصنا دائما يكون عندنا عيد، راه ماشي غير وي ماغس، غير يمكن احنا ولفنا هذه القضيه ديال وي ماغس خصنا نحتفلوا براسنا او الطرف الاخر يحتفل بينا، مي المراه خاصها تحتفل بها كل عام وكل دقيقه وكل ثانيه، ولكن عيد مبارك سعيد لكل مراه سواء صغيره او كبيره.